فعلى بركة الله متابعي القناة قناة شفتي حبيكم معنا في هذا البث المباشر على القناة وعلى المباشر ومباشرة من قرسيف. ارتفاع الإصابات ارتفاع ملحوظ لجهة جهة فاس مكناس. متابعي القناة 57 إصابة أو 52 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 أصدقاء القناة شفتي. فالمزيد من التدابير الاحترازية الكمامات مسافة الأمان التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية فالوقاية خير من العلاج. نتمنى خير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية لجميع أصدقاء القناة ومع سلامة نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. تازا تسجلوا ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالكوفيد 19 بعدما كنا كنسجلوا صفر حالة إصابة متبعي القناة وصفر حالة وفاة. ولذلك كنشوفوا ارتفاع ملحوظ ارتفاع طفيف ديال نسبة الإصابة مقارنة مع ارتفاع الصاروخ اللي كانت 5000 و 4000 وعتبة 3000 إصابة متبعي القناة. الآن كنسجلوا وصلنا الألف إصابة أو أكثر متبعي القناة. فما عسنا أن نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من المملكة المغربية. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع جميع قناة متبعي قناة الشوف تي في. نتواجد بقرسيفي من الأقاليم اللي حتى هي سجلت إصابات متبعي قناة جميع ربوع المملكة. كنشوفوا تسجيل مجموعه من الاصابات فمجموعه من المغاربه من شافوا قرار الحكومه بتخفيف من التدابير الاحترازيه وصلت 75% الكل ما بقاش كيدير الكمامه متبعي قناه شوف سي في. الكل ما بقاش كيدير التدابير الاحترازيه والكل ما بقاش كيدير مسافه الامان فما بالك التعقيم متبعي قناه شوف سي في. فنتمنوا امين الى من الله ترفعنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه والتزموا بالتدابير الاحترازيه. ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي وما بغيناش نرجعوا لمرحله الاغلاق متبعي قناه شوف سي في. فعند اعطاء اوامر الاغلاق فحتى شي حاجه ما كتبقى محلوله اصدقاء القناه. ونتمنوا الناس انهم يلتزموا بالتدابير والقوانين اصدقاء القناه قناه شوف تي في. وتحيه لكم من هذا المنبر منبر القناه تحيه الجميع متابعي القناه داخل المغرب وخارج المغرب. ومع سنة دائما أن نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه. ثلاث حالات اصابه بتازا وصفر حاله وفاه و52 حاله اصابه بالجهه الشرقيه متبع بجهه فاس مكناس متابعي القناه. فالتحية لكم من هذا المنبر ونتمنى الرسالة ديالنا توصل رسالة للتوعية فقط وليست باش أننا نعطيكم مساج مغلوط لكن للتوعية فقط متابعي القناة. فالمزيد من التدابير الاحترازية نتواجد بقرسيف أصدقاء القناة. وهذه الأجواء بقرسيف متابعي قناة الشوف تي في. فما عسنا دائما أن نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه. نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامه والعافيه للجميع. هذه الاجواء القرسيفيه اصدقاء قناه شوف سيفي. فاللهم ارفع عنا البلاء من ربوع المملكه المغربيه اصدقاء القناه. وتحيه لكم من هذا المنبر منبر قناه شوف تي في. تحيه لكم من هذا المنبر. نمشيو للمستشفى الاقليمي ومتابعي قناة نواجه المستشفى الإقليمي ومتابعي قناة نشوفوا الأجواء ونرجع لكم أصدقاء قناة. هذه هي الأجواء بقرسيف ونتمنى آمنين من الله أن الناس تلتزم التدابير الاحترازية وتلتزم بارتداء الكمامات أصدقاء القناة. نتواجد بقرسيف أصدقاء القناة ولينا كنشوفوا ارتفاع ديال الإصابات بالمملكة المغربية ولينا كنسمعوا كلمة إغلاق ولينا كنسمعوا كلمة حجر صحي ولينا كنسمعوا كلمة تشديد حالة الطوارئ الصحية. لكن نتمناو بتدابير الجهود وتضافر الجهود ديال المواطنين أننا ما وصلوش لهاد المراحل هذه. وشكر خاص للمغاربة لأنهم كيمشيو ياخذوا التلقيح ديالهم وكيشاركوا في عملية أخذ اللقاح متبعي قناة شوف تي في. فنتمناو آمنين من الله أن كل مغاربة يشاركوا في هذه العملية وياخذوا اللقاح ديالهم ضد الكوفيد 19 الكلمة الخبيثة بالمملكة المغربية والكلمة أقولها الأسوأ كلمة مرت بتاريخ المملكة المغربية كلمة كوفيد 19 أصدقاء القناة. فسلامة يا ربي كما قال بالحاج كما قالت بالحاج فتيحة. فألف تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة تحية للجميع ومتابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع. وألف تحية لكم من هذا المنبر. أجواء عادية بقرسيف وارتفاع درجة الحرارة والسؤال المطروح واش قرسيف فيها مسبح بلدي لهاد الوليدات ولا لا متبعي قناة شوف تي في أو مسبح في ملكية خاصة والثمن
غيكيشير متبع قناه شوف تي في، رساله من الرسائل لمجالس قرسيف. واش قرسيف فيها مسبح بلدي اجل؟ نعم ام لا؟ متبع نطرح السؤال فقط ونبحث عن الاجوبه اصدقاء قناه شوف تي في. وما عسانا دائما ان نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى والسلامه والسلامة والعافية، نرجو السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف سي في. تحية لكم من هذه المنبر. هذه هي الأجواء القرسيفية أصدقاء شوف سي في، هذه هي الأجواء القرسيفية أصدقاء شوف سي في، وتحية لكم وللجميع جميع متابعي قناة شوف سي في داخل المغرب وخارج المغرب، وألف تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة. نشكركم على التواصل معنا. تازة كتجسد حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة. فالمزيد من التدابير الاحترازية، أخذ الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي الاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. أستودعكم الله وإلى اللقاء.